لما وصلنا الأجمل الخطبة أم العريس لما تعش من شافك وحل بلح أبوه شافك رمضان كريم يا فوز تم ترم رمضان كريم الله أكرم تم تم ترم رمضان كريم ورمضان بيحلى بالفوازير وكل يوم معانا فزورة من زمن الفوازير دولة مين ودولة مين شرق وغرب شمالين كل العالم بيت مين وحبايب المصريين وفزورة النهاردة من فوازير حول العالم اللي عرضها التلفزيون في رمضان سنة 1987 في التعاون الثالث والأخير بين شريهان والمخرج فهمي عبد الحميد تعاون مختلف وجديد وبعيد عن تجربة ألف ليلة وليلة شريهان بتلف العالم من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه 30 دولة في 30 يوم ثلاثون جولة في 30 دولة خد بالك من في استعراض من أول لحظة لآخر لحظة في الفزورة والمطلوب معرفة الدولة كتب الفوازير عبد السلام أمين وتصميم الرقصات والاستعراضات حسن عفيفي وآدي دولة وآدي عنوانها وتعالوا نشوف الفزورة ولولا لولا 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 الثلاثين يوم لولا كنا لفينا الدنيا ولا سيبنا ولا دولة لولا 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 الثلاثين يوم لولا كنا لفينا الدنيا ولا سيبنا ولا دولة تشرب واحد شاي 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 حاول تعرف وانتي حاولي وانتم حاولي حول العالم يلا نطير على طيارة هوا هوازير حول العالم يلا نطير على طيارة هوا هوازير هوا هوازير هوا فوازير على سطح روف جاردن غمدان في مجلس التبع حسان نعزمكم على فنجان قهوة انتاج بني يعرب قحطان والملكة بتجهز جيشها وصل الخبر لبلاد كنعان رجع السفير الهدهودي حدف الجواب ورجع طيران يا بنات يا بنات يا بنات عايفة وخايفة وحركات بالرشقة واللياقة استعدوا للخناقة ضد أصحاب العضلات يا بنات يا بنات يا بنات عايفة وخايفة وحركات بالرشقة واللياقة استعدوا للخناقة ضد أصحاب العضلات العرش محتاج للحرس وانتوا الحرس والحارسة الفارسة من غير سلاح من غير فرس حد عامل ايه أول ما تلمح العدو تضرب جرس هو تلات سقفات واحد اتنين تلات يا بنات يا بنات يا بنات عفة وخفة وحركات بالرشاقة واللياقة استعدوا للخناقة ضد أصحاب العضلات
طب وانا مالي؟ اللي سبق اخد النبأ، مولاتي بالقيس عندها حق. موافقون؟ موافقون. واكتب شكل وعرف وامضوا عليه يا رجال مقرب، واعلنوا قبل المغرب من حضرموت لغاية يثرب باننا ملكة سبق. اللي سبق اخد النبأ، جواب وقع على الطبق. مين اللي جابه؟ حلفوا وطارق. محضر انذار، قولولي رأيكوا يا جماعة، قولولي رأيكوا يا جماعة. احنا بني تنبع، احنا بني فخار، هنخاف ولا نخضع ولا نهب انسان. احنا بني تنبع، احنا بني فخار، هنخاف ولا نخضع ولا نهب انسان. والعرش ده نحمي من اللي يطمع لو كان بشر او جان. احنا بني تنبع، احنا بني فخار. راح العرش فين واللي اخده مين؟ مش يمكن وصلنا للقرن العشرين 1962. يا ابن السلوى اللي هنا ما بيرتاح،
نخشاه ولا الحبشاه ولا غير الله ابدا نخشاه. يا غصن والروح بالزيديات تكفي الصرواح تقليه وانا ما بيرتاح ولا عادش غريب ولا عادش غريب من هنا لحريب من هنا لحريب. ويوم الثورة من عهد قريب لما نادينا على أخ حبيب من مصر نصرنا من مصر نصرنا بالأرواح. كلمة وقالها فيلسوف اللي يلف الدنيا يشوف يا ترى كنا فين. رت 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 تيتي رحت 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 وجيتي رت رت تيتي رحت 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 وجيتي رت رت تيتي رحت 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 وجيتي تيتي دي فرقت كعبي ودولة وشعب ترى بكم بيتي